السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في الرابعة والربع عصرا حطت بمطار مراكش المنارة طائرة قادمة من فرانكفورت. سياح ألمان كثيرون كانوا على متن تلك الرحلة. في بهو المطار من حيث يخرج الوافدون جموع هامة من المنتظرين. في شهر مارس تكون مراكش في ذروة الوجهات السياحية. في تلك الجموع أياد ترفع لافتات وسبورات صغيرة كتبت عليها أسماء أشخاص وأسماء شركات سياحية. مألوف منظر المرشدين السياحيين بجلاباتهم المغربية المخططة أو ذات الألوان المختلفة وطرابيشهم الحمراء. في مكان قريب من الحاجز وقف شاب يلبس قميصا مقلما يجمع اللونين الأبيض والأزرق الفاتح، وكان يحمل بيديه ورقة بيضاء كتب عليها بالأخضر أرسولا شميت. يبدو أنه لا يعرفها جيدا أو هو لم يرها من قبل، ولعلها هي الأخرى لا تعرف ملامحه. عبرت الوجوه تباعا من الممر الذي يشطر بهو الاستقبال إلى شطرين. الذين لا ينتظرهم أحد عبروا ومضوا إلى حال سبيلهم، بينما ظلت وجوه تبحث عن لافتة تعنيها. في المجموعة الأخيرة التي عبرت الممر الذي يحف المنتظرون جانبيه، أربعينية شقراء تنزع إلى البدانة. لم يطل بحثها عن الذي ينتظرها، لما رآها ابتسم، ولعله هم بالركوض نحوها فرحا. شق لنفسه مسلكا حتى إذا بلغ نهاية الممر وقد سبقته ببضع خطوات، مد إليها يده مصافحا، ولكنها جذبته إليها وقبلته على وجنتيه. أنت مهدي أليس كذلك؟ نعم، وأنت أرسلة، سألها وضحك. هم بإضافة شيء آخر، ولما التقت نظرتاهما ابتسما، وهما عند الباب همس لها: إنك أجمل مما تصور. توقفت لما سمعت كلماته، بدا هو خجلا، بينما توقفت عيناها الزرقاوين عند عينيه وكأنها تبحث عما تقرأ فيه صدق ما قاله. ثم لما ظنت أنها أحرجته بنظراتها تلك ابتسمت وحولت نظرها إلى الفضاء المحيط بالمطار. قال المهدي إن سيارته في الموقف. في العام 10 و2000 تعرف المهدي بالأصفر الشاب ذو 25 ربيعا، والذي حصل على الإجازة في الأدب الفرنسي قبل عام ونصف العام، تعرف على أرسولا شميت عبر الفيسبوك. في البدء كان يريد أن يصقل معرفته باللغة الألمانية، وما لبث أن تطورت علاقته بتلك التي كانت تصدر صفحاتها بصورة التقطت لها في حلبة للفروسية. علم منها المهدي أنها لم تزر المغرب قط، ففكر في دعوتها واستضافتها بضعة أيام. لما عرض الأمر على والديه لم يبديا معارضة، عاد اسمها بل الاسم الذي كان مسجلا على صفحتها. ما كان يعلمه أنها تعمل في فرع شركة للتأمين معروفة في فرانكفورت. عدا ذلك فإن الشقراء تظل لغزا على المهدي أن يجد الطريق إلى أعماقه ليصبره ويستجلي خفاياه. كان المهدي قد وجد منذ ما يقرب من السنة الآن عملا في أحد الفنادق، كان عملا مؤقتا، وكان إلى ذلك يعمل مدرسا للغة الفرنسية في إحدى المدارس الخاصة، وهو ما يوفر له دخلا يكفيه سؤال أبيه مصروف الجيب. رحبت عائلة بالأصفر بالضيفة الألمانية وأكرمت وفادتها. كانت السيدة زبيدة والدة المهدي امرأة تجيد الطبخ، وقد قدمت لأرسولا أشهى الأطباق المغربية. تسكن عائلة بالأصفر درب الماكينة، شارع المصلى يفضي بالسائح إلى قلب المدينة العتيقة بسلاسة. بعد بضعة أيام تعودت أرسولا على التنقل بمفردها من درب الماكينة إلى الكتبية وساحة جمع الفنا، بل إلى ما هو أعمق من ذلك وراء أسوار المدينة الحمراء. خلال أيام الأسبوع كان المهدي يمضي نهاره إلى العصر في المدرسة، وفي المساء إلى حدود منتصف الليل كان يعمل في أحد الفنادق الكبرى. في نهاية الأسبوع
رافق المهدي ضيفته الألمانية إلى أوكيمدن، وقد فاجأه عدد الأماكن التي ارتادتها. كانت تذكر له تلك الأماكن بأسمائها، وكان أكثر ما ارتادته رياضات كان البعض منها مثار شبهات على الأقل في نظره هو. كان يوما ممتعا ذاك الذي أمضياه في أوكيمدن، وقد ظن المهدي أن الوقت مناسب ربما للحظات حميمة مع تلك التي جعلت خياله يسافر بعيدا. لم يكن الشاب المراكشي يخفي رغبته في السفر إلى أوروبا للعمل والاستقرار هناك. كثيرون هم أصدقاؤه الذين يقيمون في أوروبا، وهو يراهم سعداء بمقامهم ذاك، ولكن أرسلة وهما في طريق العودة إلى مراكش أبلغته بأنها أعجبت بالمكان وإنها ترغب في الاستقرار في المدينة. كان سكوته الذي طال عدة دقائق دليلا على أن ما قالت الأربعينية الشقراء لا ينسجم البتة مع الذي كان ينتظره. توقف في جامع لفنا قبل الذهاب إلى المنزل، وما أن اقتعد كرسييهما في مقهى هناك حتى جاءها صوت من طاولة مجاورة: مرحبا ألكسندرا. لم يكن ذلك يعني شيئا للمهدي، فالمرأة التي برفقته اسمها أرسلة، ولكنه فوجئ بها وهي تلتفت جهة ذلك الصوت وترد التحية. لما انتبهت كان قد فات الأوان. لاحقا قالت للشاب المراكشي إنهم كانوا يلقبونها بألكسندرا حين كانت تلميذة في الثانوية. صدقها ولعله تظاهر بذلك. الحديث الذي دار بينهما كان يشي بأنهما يرتبطان بعلاقة وطيدة. كان الرجل منطلقا في حديثه بألمانية ظن أن لا أحد في محيطه يفهمها، ولعلها همست له بأن الذي يرافقها يفهم الألمانية، ما اضطره إلى الخوض في عموميات. حاول المهدي أن يقتنع بأن ذاك اللقاء كان صدفة بين أرسلة وذاك الألماني الذي بدا وكأنه لم يكن يزور مراكش للمرة الأولى. أحيانا كان يتساءل عمن تكون هذه المرأة التي فتح لها باب منزل عائلته، هل هي أرسلة أم ألكسندرا، أم أنهما قناعان لشخصية ثالثة. كانت المرأة قد أفهمته أنها ستمضي أسبوعين في مراكش. ها هو الأسبوع الثاني يبدأ على إيقاع شكوك من فكت تتقوى، وقد ازدادت لما فاجأها بعد يومين برفقة ذاك الألماني. كان معهما شخص آخر لم يعرفه من قبل. تحاشى الجلوس إليهم، قال إنه في مهمة وإن عليه أن يعود إلى الفندق سريعا. بدت أرسلة وكأنها وجدت لنفسها رفقة جديدة. على مدى يومين أمضت الليل في ضيافة أناس آخرين لا يعرفهم. صارت تستفز فضوله. تركت في الغرفة التي خصصتها لها عائلة بالأصفر حقيبة ظهر. لا أحد يدري ما بداخلها. كان المهدي يتوقع أن تكمل أسبوعها الثاني ثم تعود إلى ألمانيا، لكنها أبلغته بأنها تنوي البقاء في مراكش لوقت إضافي. أيقن الشاب المراكشي أن المرأة تخفي سرا. قالت إنها ستستقر مع صديق قديم لها التقته في جامع لفنا، وعلمت منه أنه اشترى رياضا في المدينة. تجاهلت كل ما قام به المهدي من أجل إسعادها خلال الأسبوعين اللذين أمضتهما في ضيافة أسرته، ومع أنه لم يعلق على قرارها إلا ما قاله من أنه سيكون سعيدا بلقائها متى أرادت ذلك، فإنه أحس بأنها خذلته وأنها ربما استغلت طيبوبته لبلوغ مآرب لها لا يعلمها. سعى المهدي إلى معرفة هذا الصديق الذي قررت أرسلة هكذا فجأة أن تستقر معه. كانت ستأتي إلى درب الماكينة في اليوم التالي لتودع عائلة بالأصفر وتحمل متاعها. الغصة التي كان يحس بها المهدي دفعته إلى تفتيش حقيبة الظهر التي خلفتها أرسلة في الغرفة التي خصصت لها. عدا بعض الملابس والأغراض التي تخص النساء، اكتشف المهدي ما يشبه مذكرة كانت أرسلة قد دستها بعناية بين ملابسها. كانت بها تدوينات كثيرة، في الأخيرة منها وتحمل تاريخ 7 فبراير من العام 10 و2000: التقيت مانويل اليوم عند محطة القطار، أبلغته بأن المهمة تمت بنجاح
وقد اتفقنا على اللقاء في مراكش لكن في موعد يحدده هو. ظن المهدي أن تلك الكراسة قد تحمل إجابات عن الأسئلة التي تتدافع في ذهنه، ولذلك سارع إلى تصويرها صفحة بعد أخرى ثم أعادها إلى مكانها. في اليوم التالي جاءت أرسلة إلى درب الماكينة، شكرت بحرارة والدي المهدي وأثنت على كرمهما. كان المهدي يترجم لهما ما كانت تقوله مبتسمة. ثم اختفت أرسلة، ودعها المهدي في جامع الفنا في مقهى هناك، حيث كانت على موعد مع صديقها القديم. الآن يظن المهدي أن مانويل الذي ورد اسمه في تلك المذكرة التي استنسخ هو نفسه الصديق القديم الذي تحدثت عنه أرسلة. لكن لما انتظرت نحو أسبوعين لتلتقي به؟ كان سؤالا محيرا. كل مساء بعد أن يأوي إلى غرفته كان المهدي يخرج تلك المذكرة المستنسخة ويحاول فك شفرة كل ما خطته أرسلة في صفحاتها. كان يقرأ الصفحة الواحدة مرات عديدة، وكانت كلها تتضمن مواعيد في أماكن لا يعرفها وتقارير مختصرة عن لقاءات تمت مع أسماء رجال ونساء لم يسمع بهم قط. لأسباب يجهلها كان أكثر ما يستوقفه تلك الكلمات التي خطتها أرسلة ذاك 7 أبريل من العام 10 و2000. التقيت مانويل عند محطة القطار وأبلغته بأنني أنجزت المهمة وتواعدنا على اللقاء في مراكش في موعد يحدده هو. عن أي مهمة كانت تتحدث أرسلة؟ الأوراق التي بحوزته لا تحمل أي جواب. الجزء 2 والأخير. وراء أبواب وأسوار الرياضات تبدأ عوالم أخرى تتمازج فيها ثقافات مختلفة وقناعات متباينة، عوالم يلتقي فيها أناس مشاربهم متنوعة وكذلك ألسنتهم. وحول تلك العوالم الصغيرة تواصل أحياء ودروب الحمراء حياتها كما توارثتها الأجيال. يعلم المهدي بالأصفر أن أرسلة شميت لما ودعته في جامع الفنا دخلت عالما من تلك العوالم الصغيرة. هو الآن بعد الذي رآه موقن بأن أرسلة خططت جيدا للاستقرار في مراكش، وأنها ربما اتخذته جسر عبور لأسباب لا يعلمها. مضت الأيام سريعة، انقضى شهر كامل دون أن يتوصل منها بمكالمة هاتفية واحدة. كثيرون هم الذين ينسون الجسر ما أن يعبروه. أرسلة صارت الآن في نظره واحدة منهم. ليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب، ألم يلتقها في عالم افتراضي وعلى واجهة يزينها كل واحد كيف يشاء ويتخذ منها البعض فخا يوقع فيه السذج والذين تزيد طيبوبتهم عن الحد المعقول؟ ثم يعاوده الشرود، يمضي بعيدا وهو يستحضر تلك العبارات التي اكتشفها في مذكرتها. التقيت مانويل عند محطة القطار وأبلغته بأن المهمة تمت بنجاح واتفقنا على اللقاء في مراكش في موعد يحدده هو. مساء 8 مايو، وكان يوم سبت، بينما كان في طريقه إلى جليز لزيارة أقارب له هناك سمع صوت امرأة يناديه: مهدي مهدي. التفت إلى مصدر الصوت وسرعان ما رآها تلوح له من نافذة سيارة فاخرة. التزم الذي يسوقها أقصى اليمين وتوقف قبل أن يبلغ المهدي السيارة ومضت إشاراتها الضوئية الأربع. وبينما كان يتقدم إلى السيارة توقفت بضعة أعناق على الرصيف مستكشفة من يكون في السيارة، وأخرى تتبعت تقدم المهدي. قبلها على وجنتيها، التفتت جهة الجالس في مقعد السياقة وقالت: هذا مانويل رفيقي الذي أقيم معه الآن. نظر إليه المهدي مبتسما ورحب به، لم يكن وجها غريبا على المهدي. سألته أرسلة عن عائلته وعن العمل، ولما اطمأنت ودعته طالبة أن يبلغ الجميع تحياتها وعدته بأنها ستأتي لزيارتهم ذات يوم.
لم يكن مانويل سوى أحد اثنين فاجأها معهما في أحد مقاهي جامع لفنا، ولعله مقيم في مراكش منذ فترة، يبدو أنه ذو غنى، يتمنى المهدي لو أنه وجد سبيلا لمعرفة حقيقة هذا المانويل. مساء الاثنين في باب الفندق الذي يشتغل به التقى زميلا له يعمل نادلا، وكانت علاقاتهما جيدة. مازحه قائلا: بعد الآن سأغير طريقة تحيتي لك، فأنت صرت من علية القوم ومن الذين يخالطون أصحاب الثروات الخرافية. ظل المهدي ينظر إليه مستغربا، ثم انفجر ضاحكا: أظنك رأيتني في حلم جميل، قالها ثم استرسل في ضحكته، ولكن زميله أكد له أنه لا يمزح، وأنه رآه مساء السبت رأي العين وهو يسلم على مانويل والتي كانت بجانبه في تلك السيارة الفارهة. فوجئ المهدي بأن صاحبه يعرف مانويل. أنا لم أكن أعرف مانويل، أنا أعرف تلك التي كانت بجانبه. تعني ألكسندرا؟ اسمها الذي أعرف أرسولا، وأنت ما الذي تعرفه عن مانويل؟ سبق لي أن عملت في حفلات يقيمها لضيوفه في الرياض الذي يملكه في المدينة. إنه ثري إسباني استقر في مراكش منذ عدة أعوام، أريد أن أعرف عنه المزيد. إذا كان الأمر يهمك فلنلتقي غدا في المقهى وستدفع ثمن الشاي. انطلق النادل واسمه محمود مخلفا وراءه أصداء ضحكته المعهودة. ظن المهدي أنه وقع على من يساعده في الوصول إلى حقيقة مانويل، وهو يرى أن ذلك ربما مكن من تفسير لغز تلك الكلمات التي عثر عليها في مذاكرة أرسولا. كان يعد الساعات. لما التقى محمود كان يحس بأنه بدأ السير على الطريق التي ستفضي به إلى حقيقة أرسولا التي تتسمى أحيانا بألكسندرا، وإلى معرفة مانويل الذي يبدو رجلا صموتا. قال له محمود إن مانويل الذي لا يعرف له اسما آخر والذي يفضل أن ينادى عليه بدون مانويل رجل إسباني ورث فيما يبدو ثروة طائلة عن والديه اللذين لم يكن لهما غيره، وأنه ورث فيما ورثه معصرة خمر. لما سأل المهدي صاحبه عن مصدر معلوماته قال إنه علم ذلك من الطباخ الخاص لدون مانويل. اقترب منها وأضاف هامسا أن مانويل لم يتزوج. لماذا؟ اكتفى محمود بابتسامة. وأرسولا الألمانية؟ نعم لا أدري، يبدو أنها شريكة له في الأعمال. لم يكن محمود يعرف طبيعة أعمال مانويل. بدا للمهدي أنه لم يتقدم كثيرا بعد لقائه في المقهى مع محمود. المعلومات التي جاء بها الرجل لا تضيف الكثير، ومع ذلك فإن التوصيف الذي قدمه للحفلات التي كان يقيمها يعطي صورة عن الرجل الذي ينفق الكثير على حفلاته التي كانت تستقطب الأثرياء مثله والأقل ثراء والباحثين عن فرص للإثراء، فضلا عن أولئك الذين لا يهمهم من الحفلات إلا الاحتفال. مر نحو أسبوع بعد هذا اللقاء لما اتصلت أرسولا شميت بالمهدي. قالت له إنها تريده في أمر هام جدا، وإنها تود اللقاء به في أقرب وقت ممكن. يومها كان المهدي في عطلة، ولذلك رأى أن يتقابل بعد ساعتين في مقهى بساحة جامع لفنا. كان الموعد الثالثة بعد الزوال. وجدها المهدي في حالة من القلق لم يرها عليه قط. لم تدع له مجالا لسؤالها، وبادرته بأنها تريد منه أن يجد لها ملاذا آمنا. رجته ألا يطلب منها التفاصيل، ووعدته بأنها ستفضي إليه بكل شيء لما يكون الوقت مناسبا. كانت عائلة بالأصفر تملك منزلا في أيتورير، وقليلا ما كان أفراد العائلة يستعملونه. خطر ببال المهدي أن ينقلها إلى هناك. اتفق على الذهاب إلى أيتورير بعد مغيب الشمس. في الطريق أخبرته بأن أحدهم يريد قتلها لأنها رفضت الارتباط به. قالت إنه وصل إلى مراكش قبل يومين وهو يبحث عنها في كل مكان. علم منها أن الذي أبلغها بذلك هو مانويل. لما نطقت اسمه بدت وكأنها تلقي عليه بالمسؤولية فيما هي فيه، وقد اغتنم المهدي الفرصة ليسألها عمن يكون مانويل.
أخرجها سؤاله من انهماكها كليا في وصف المحنة التي تزعم أنها تواجهها. كان الليل قد أسدل ستاره على الأفق بينما كان المهدي يسوق سيارته على طريق ورزازات. تراءت له في المرآة العاكسة أضواء سيارة ما لبثت أن تجاوزتها، كانت رباعية دفع بيضاء. صرخت أرسلة: إنه مانويل، إنه مانويل. وهل أتوقف؟ لا، واصل السير، إنه لا يعرف سيارتك. هل هو الذي يلاحقك؟ أظن أنه هو أيضا يريد التخلص مني. لماذا؟ لأنني أعرف الكثير من أسراره، ربما يرى أنني أعلم أكثر مما ينبغي. كانت رباعية الدفع قد اختفت وراء أحد المنعرجات. قال المهدي إن الرجل يسوق بسرعة جنونية. على بعد كيلومترين اكتشف المهدي وأرسولا سيارة البيضاء وقد انقلبت. توقف المهدي، قال لأرسولا أن تبقى في السيارة. تقدم نحو السيارة المنقلبة، كان كل زجاجها محطما وبجانبها جثة رجل. كانت جثة مانويل. لما أبلغها نزلت من السيارة، أسرعت الخطى وبدأت تفتش ما كان بداخلها وما تناثر حولها من متاع. في تلك اللحظة وصل رجال الدرك. كان طبيعيا أن تسأل المرأة عما إذا كانت صاحبة السيارة وما إذا كانت على متنها لحظة انقلبت. قالت بفرنسية تعتريها لكنة واضحة إن الذي قتل صديق لها. كانت عملية التفتيش الأولية قد مكنت من اكتشاف كيسين صغيرين بهما مسحوق أبيض. في المختبر تبين أن الأمر يتعلق بمخدر الكوكايين. تم الاستماع لأرسولا التي حاولت إنكار كل علاقة لها بالكوكايين. الاتصال بالسفارة الألمانية بين أن أرسولا شميت مطلوبة لدى العدالة الألمانية لانتمائها إلى شبكة دولية لتهريب وترويج الكوكايين. في المعلومات التي توفرت أنها تورطت بشكل مباشر في تصفية أحد مروجي الكوكايين من منافسي الشبكة التي تعمل لها. كان ذلك في 7 مارس من العام 10 و2000. تذكر المهدي تلك العبارة التي اكتشفها في مذاكرة أرسولا تقول فيها إنها التقت مانويل وأبلغته بأنها نفذت المهمة بنجاح.